بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المرسلين سيدنا محمد وعلى آله لسه وصحبه الصوت أجمعين. واطي. وبعد، الصوت واضح كده للجميع؟ الصوت عنده مش واضح هو اللي يقول لي الصوت مش واضح. في حد عنده صوت مش واضح؟ لا تمام الصوت كده واضح. أنا. طيب، الصوت واضح كده عند الجميع. اتكلمنا في حصة سابقة عن حاجة اسمها المعرب والمبني. المعرب والمبني. المعرب قلنا إن هو الكلمة تتغير حركتها حسب تغير موقعها الإعرابي. يعني الكلمة دي جت مبتدأ تاخد ضمة، جت مفعول به تاخد فتحة، جت اسم مجرور تاخد كسرة. الناس اللي كانت حاضرة معانا قبل كده هتذكر الكلام دوت. تاني حاجة البناء. البناء إن الكلمة عندي مهما تتغير مكانها، مهما يتغير مكانها ما بتغيرش حركتها. لو جينا بصينا كده، شوف كده، هنكتب حاجة قدامنا كده جميلة قوي. لو أنا جيت بصيت على كلمة هؤلاء، كلمة هؤلاء آخر حرف فيها حرف إيه؟ الهمزة. الهمزة، الهمزة اللي على السطر. برافو عليكم. أيوة. طيب لو أنا جيت بقى بصيت بعد كده على كلمة هؤلاء، الهمزة دي تشكيلتها إيه؟ هي هتكون علشان هي مبنية هتكون دايما كسر. بالظبط، برافو عليك، او برافو عليك، انا مش الصوره مش واضحه قدام مين بيتكلم. فانا ببص على كلمه هؤلاء، شوف كده او نشوف كده، هؤلاء دي اخرها همزه. الكلمه دي هتفضل، الهمزه دي هتفضل تحتها كسره مهما تغير موقعها، جت مبتدا هتفضل مكسوره، جت مفعول به مكسوره، جت فاعل هتفضل مكسوره باستمرار. صعب كده الاعراب والبناء، او صعب فكره الاعراب والبناء؟ لا لا لا. يبقى اذا عند المبني هو ان الكلمه تفضل حركتها ثابته مهما تغير مكانها الاعرابي، مهما يتغير مكانها مش هتتغير حركتها. طيب واتكلمنا قبل كده في جزء قلنا ايه هو المعرب من الاسماء والمبني من الاسماء. قلنا الاسماء كلها معربه، اي اسم عندي في الدنيا معرب، اي اسم، اسم انسان، حيوان، نبات، جماد، صفه، اي اسم في الدنيا عندي معرب ما عدا شويه اسماء. قلنا اول حاجه الضمائر، اول حاجه قلناها الايه، الضمائر. وقلنا اي ضمير عندي مبني هو، هي، انا، انت، تاء الفاعل، هاء الغيبه، كاف المخاطب، اي ضمير عندي في الدنيا الضمير ده بيكون مبني. بعد كده قلنا اسماء الاشاره، حد فاكر ايه هي اسماء الاشاره؟ يعني مثلا هذا وهذه، هذا وهذه وهذان وهذان قلنا طرق وهذا هذا وهؤلاء. وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، صح؟ صحيح. وتلك واولئك وذلك، كل دي اسماء اشاره. فعندي اسماء الاشاره كلها مبنيه، كل اسماء الاشاره مبنيه ما عدا اسمين بس، هذان وهاتان. هذان وايه؟ وهاتان وهاتان. اي اسم اشاره عندي في الدنيا مبني. بعد كده عندي الاسماء الموصوله كلها مبنيه، كل اسماء الموصوله مبنيه ما عدا اسمين، اللذان واللتان، الآن الذي، ولدان. التي، الذين، اللاتي، اللائي، كل دول مبنيين ما عدا اللذان واللتان. وفي معلومه قلناها قبل كده جايز ناس تعرفها او ناس ما تفتكرهاش، انه عندي في اسماء اشاره تانيين غير دول، عندي ما لغير العاقل ومن للعاقل. صعب الكلام دوت؟ لا 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 مش صعب. طيب بعد كده قلنا خليك فاكر معايا ان الاسم المعرب بيعرب حسب موقعه في الجمله، يجي مبتدا، يجي خبر، يجي فاعل، يجي مفعول به، يجي زي ما يجي، هو حسب موقعه في الجمله وخلاص. لكن الاسم المبني قلنا واقول اسم او ضمير او اسم اشاره او اسم موصول مبني على كذا في محل كذا، يعني ايه؟ شوف الجمله دي كده، شوف الجمله دي عندي كده اللي انا هكتبها لك، هكملها لك اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء ابناء مصر. فين المبتدا هنا يا شباب؟ هؤلاء. آه طب هتعرف كلمة هؤلاء دي إزاي؟ شوف هعرفها إزاي أنا؟ قلنا اسم إشارة مبني على إيه؟ آخر هلا حرف كسر في الكلمة مبني على إيه؟ كسر على الكسر. في محل إيه؟ هو المفروض يتعرف إيه هنا؟ مبتدأ ولا خبر ولا مبتدأ فعل ولا فاعل؟ مبتدأ مبتدأ آه في مبتدأ محل رفع مبتدأ. صعب الكلام دوت؟ لا 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 مش صعب، اتكلمنا قبل كده فيه وحددناه وخلاص. طيب نيجي بقى النهارده يا شباب على جزئيه جديده عندي هنتكلم فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده المعرب والمبني من الاسماء، وفي اسماء تانية مبنية هنعرفها في وقتها ان شاء الله مع بداية الدراسة. المعرب والمبني من الافعال. المعرب والمبني من الايه؟ من الافعال. الأفعال ركز بقى معايا كده، ريح ظهرك واسمعني. المعرب والمبني من الافعال. انا عندي افعال يا اما ماضي يا اما مضارع يا اما امر. صعبة دي؟ لا لا مش صعب، مش يا ماضي يا مضارع يا امر. هنمسك كل فعل فيهم ونقول هو مبني ولا معرب. اول فعل عندي اسمه الفعل الماضي. قال لي اي فعل ماضي في الدنيا مبني دايما. مبني ايه؟ دايما مبني. دايما ايه؟ مبني لو مبني انت تفتكر زمان وانت في سنه خمسه وسته واولى اعدادي كان جاك فعل ماضي، تقول فعل ماضي مبني على الفتح وتريح دماغك، صح ولا غلط؟ صح. صح طيب قال لي الفعل الماضي مش مبني على الفتح بس، لا ده مبني على ثلاث حاجات. مبني على كام حاجه؟ ثلاث حاجات ثلاث حاجات. اول حاجه قال لي الفعل الماضي يبنى على الفتح في ثلاث حالات. في ثلاث حالات قال لي لو ما كانش في اي ضمير زي كتب، وجد، رجع. الفعل ده في ضمائر؟ لا ما فيهوش لا اي ضمائر، صح ولا لا غلط؟ صح ما فيهوش اي لا ضمائر، صح يبقى مبني على الفتح. الحاجة الثانية قال لي لو اتصلت به تاء التأنيث. تاء الايه؟ تأنيث تأنيث التأنيث. ركز معايا في الجملة اللي هكتبها دي. لو جيت قلت لك بسم الله الرحمن الرحيم، انتقلت مريم. انتقلت مين؟ مريم التاء دي تاء مريم الفعل ولا تاء التأنيث؟ مريم تأنيث تاء التأنيث. التأنيث. يبقى تأنيث الفعل هنا في الحالة دي يبنى على الفتح. يبنى على الايه؟ على على الفتح الفتح. يبقى انتقلت فعل ماضي مبني على الفتح عشان متصل بتاء التأنيث. صعب كده لحد دلوقتي الكلام دوت؟ لا لا يبقى قلنا الفعل الماضي يبنى على الفتح في حالتين لحد دلوقتي. اول حالة، اول حالة لو ما فيهوش ضمير. تاني حالة لو متصل به تاء التأنيث. متصل به تاء الايه؟ تأنيث تاني حالة قال لي لو اتصل به ألف لسنين. اتصل به ألف الايه؟ الاثنين الاثنين. كتب، وجد، رجع. كتب، كم واحد كتب كده؟ واحد ولا اثنين؟ واحد 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 كتب، كتب، واحد ولا اثنين كده؟ اثنين اثنين اثنين. واضح معايا يا اثنين شباب؟ ايوه طيب هاجر احمد معايا، هاجر سمعاني. ايوه لو قلت لعب فيها الف ده بيدل على واحد ولا اثنين؟ اثنين. باسل معايا، باسل. لو جيت قلت لك سمع، واحد اللي سمع ولا اثنين اللي سمعوا؟ اثنين اثنين اللي سمعوا. قال لي بص بقى يا سيدي، ركز معايا، انه الفعل الماضي لو اتصل به الف لاثنين يبنى على الفتح ايضا. يبنى على الفتح ايه؟ ايضا. يبقى الفعل الماضي بيبني على الفتح في ثلاث حالات، لو اتصل به تاء التأنيث، لو اتصل به الف لاثنين، لو ما جاش في اي ضمير خالص. صعب يبنى على الفتح امتى؟ لا مش صعب مش صعب. لا طيب يبقى الفعل الماضي لما يجي لي فعل ماضي ما فيهوش ضمير مبني على الفتح، في تاء تأنيث مبني على الفتح، في الف اثنين مبني على الفتح. طيب بعد كده قال لي السؤال اللي بعد كده بيتبني على السكون امتى؟ يتبني على السكون في ثلاث حالات. في كم حالة؟ ثلاث حالات ثلاث حالات. قال لي اذا اتصل به تاء الفاعل. تاء الايه؟ الفاعل. طيب نختار ناس. لو انا جيت قلت بسم الله الرحمن يا الرحيم، بنت ممكن تعيد اول الفعل الماضي مبني دائما وعلامة التالية على الفتح دي حاضر هنراجع تاني. حاضر كملي اللي عشان بتتكلمي. بس ما كنتش موجودة عشان بس ما كنتش موجودة طيب حاضر هنشرح تاني. حاضر. طيب زميلتكم بتقول عيد المبني على الفتح تاني. حاضر نعيده مفيش مشكلة. قال لي الفعل الماضي دايما مبني. الفعل الماضي دايما مبني، بيبني باستمرار. عمري ما اقول فعل ماضي مرفوع ولا فعل ماضي منصوب ولا فعل ماضي لا هقول فعل ماضي مبني. مبني على ايه؟ قال لي بالفعل الماضي بيتبني على ثلاث حاجات. طب انا اعرفهم ازاي؟ اول حاجه يتبني على الفتح امتى؟ يتبني على الفتح في ثلاث حالات. لو اتصل به تاء التأنيث. اتصل به تاء الايه؟
تأنيث. التأنيث زي كتبت، وجدت، رجعت أو رجعت، كل ده تأنيث، يبقى يبين على الفتح. قال لي تاني حاجة لو اتصل به ألف الاثنين، كتب، وجد، رجع، سمع، ألف الاثنين، يبقى هنا يبنى على الفتح أيضا. تالت حالة إذا ما اتصلش به أي ضمير خالص، لو هو قف لوحده كده ما يتصلش بيه أي حاجة، تقول مبني على الفتح. صعب الكلام دوت؟ لا 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 ما فيهوش أي لا صعوبة. يبقى الفعل الماضي يبنى على الفتح في ثلاث حالات، لو ما فيهوش أي ضمير، لو فيه تاء تأنيث، لو فيه ألف سين. طيب السؤال اللي بعد كده أو الجزء اللي بعد كده، إمتى الفعل الماضي يبنى على السكون؟ قال لي والله يبني على السكون في ثلاث حالات برضه. أول حالة لو اتصلت به تاء الفاعل. إيه؟ الفاعل. لسه الفاعل. ممكن حضرتك كمان شوية تبقى تعرفنا الفرق بين تاء التأنيث وتاء هنقول الفاعل؟ هنشرح دلوقتي، هنشرحهم لها جزء جاي دلوقتي. حاضر. طيب بيقول لي هنا بقى سؤال، كتبت، كتبت ده تاء فاعل ولا تاء تأنيث؟ فاعل. تاء فاعل. كتبت أنا، كتبت تاء فاعل ولا تاء تأنيث؟ تاء فاعل. تاء فاعل. أنت كتبتي تاء فاعل ولا تاء تأنيث؟ تأنيث. ركزي، كتبتي أنت، فعندي هنا تاء فاعل أهي. يبقى هنا الفعل لما اتصل به تاء الفاعل اتبنى على إيه؟ على السكون ولا على الفتح؟ على على السكون. السكون. صعب الحد دلوقتي السكون؟ لا 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 لا. طيب مستر، هو مش كتبتي دي المفروض ان هي تاء تأنيث؟ حلو كتبتي. قوي 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 السؤال دوت. احنا هنقول الفرق بينهم دلوقتي، بس انا هكتب لك الجمله دلوقتي. شايفه الجمله دي؟ انتقلت مريم، شايفاها؟ اه يا مستر. طيب شوف الجمله دي كده. انتقلت يا مريم. حلو قوي. السؤال بقى عندي هنا، بيقول أول سؤال بيقول انتقلت مريم، فين الفاعل في الجملة الأولى؟ مريم مريم مريم. مريم واضحة أهي، الفاعل أهو عندي أهو، مريم. طيب انزل بقى الجملة الثانية، انتقلت يا مريم، فين الفاعل؟ ترفع. التاء. صح ولا غلط؟ صح. يبقى هنا دي تاء فاعل ولا مش تاء فاعل؟ تاء فاعل. طيب هنعرف الفرق بينهم، هنشرحهم دلوقتي عشان نسيبهم دول، بس هنكمل الفعل الماضي. السؤال اللي بعد كده او النقطه اللي بعد كده، قال لي يبين على السكون لو اتصل بيه حاجه اسمها نال فاعلين. نال ايه؟ فاعلين. فاكر السنه اللي فاتت لما خدت ضمائر البارزه المتصله، لو اقول لك تاء الفاعل نال فاعلين، هي دي نال فاعلين. كتبنا، مين اللي كتبنا كده؟ نحن نحن. احنا فدي نا فاعلين، تالي كانت لفاعل واحد بس لكنها لفاعلين كتير جدا، نحن. طيب قول كتبنا، وجدنا، رجعنا، كل دي نال ايه؟ الفاعلين. صعبه نال الفاعلين لحد دلوقتي؟ لا 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 طيب قال لي بعد كده اذا اتصلت به نون النسوه، الفتيات كتبن. كلمه كتبن، النون دي نون نسوه ولا مش نون نسوه؟ نون نسوة. نون نسوه. فالحاله دي الفتيات كتبن، نون النسوه يبين على السكون. صعب كده الفعل الماضي يبنى على السكون امتى؟ الثلاث حالات بتوعه؟ لا اذا اتصل به تاء الفاعل. نا لا الفاعلين، نون لا النسوة. طيب بعد ما اخلص هقول لك قاعدة سهلة جدا تحفظهم بيها او تفهمهم بقى، احنا منهج ثاني اعدادي بيعتمد على الفهم مش الحفظ. ثالث حالة قال لي بص يا سيدي بقى، الفعل الماضي ممكن يبني على الضم. ياه للدرجات هو فعل يعني متشكل؟ اه بيتشكل كتير، يبين على الفتح ثلاث مرات، يبين على السكون ثلاث مرات، يبين على الضم مره واحده. قال لي يبين على الضم لو اتصلت به واو الجماعه. واو الايه؟ الجماعة. الجماعه. كتبوا، واو جماعه. وجدوا، رجعوا، علموا، سمعوا، دي كلها واو جماعه، فهلاقي الفعل هنا بيبنى على الضم. بيبنى على الايه؟ الضم. على الضم. الضم. طيب السؤال بقى اللي انت سألتوه او انتوا سألتوه كلكم، ايه الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث؟ ركز معايا في السؤال ده. انتقلت مريم، التاء هنا لو حبيت اشكلها اشكلها بايه؟ احط سكون. على تشكيلة ايه؟ سكون. انتقلت سكون. صح؟ طيب صح.
انتقلت يا مريم، خدت حركة ولا ما خدتش حركة؟ خدت خدت حركة، حركة، خدت بس حركة. حركة الأداء في العالم. حلو قوي، هنا اتحركت. طيب انا مش فاهم برضه، هفضل احرك واعمل، ركز معايا كده. لو قلت انتقل يا مريم، فين الفاعل هنا؟ انتقل ضمير فين؟ مستتر، ضمير مستتر تقديره هو، انتقل هو هي يا مريم. انتقل، ركز معايا في الجملة، انتقل يا مريم. انتقل هو، تقديره هي يا مستر، تقديره هي، تقديره هي ولا التقدير هو؟ هو، هي هي صح انتقل ولا هو لا؟ هو هو حلوة قوي 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 الكلام دوت. يعني انا لما اضيف ت جديدة بتضيف لي فاعل، صح ولا غلط؟ يبقى صح. التاء دي جت بفاعل ولا ما جتش بفاعل؟ جت جت بفاعل، بفاعل، جت يبقى دي بفاعل. بفاعل. اطلع على اللي فوقيها. لو جيت قلت انتقل مريم، الجملة دي صح ولا غلط؟ لا غلط غلط. غلط غلط، غلط هتقول لازم تاء غلط تأنيث غلط عشان يا مريم مستر، بنت، صح انتقلت ولا غلط؟ مريم. صح صح تعرف تفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل ولا لا دلوقتي؟ ايوه يا مستر كده صح. حلو، يبقى تاء التأنيث لو شلتها الجملة تبقى غلط، بس هي ملهاش معنى، هي كل اللي بتعمله ان هي بتقول لي خلي بالك الفعل ده بنت، لكن تاء الفاعل لو شلتها تقلب المعنى، تجيب لي معنى جديد خالص. انتقل يا مريم، واحد مشي يا مريم، انت مالك انت؟ لما اقول انتقلت، الفعل الفعل تاء الفاعل بتدل على مين كده؟ انتقلت أنا انا، أنا انا علوي أنا انتقلت بتدل على مين؟ هو انت، أنت هو أنت أنت انت، أنت صح ولا غلط؟ صح. صح. بس صعب ممكن الكلام ده يا تعيد شباب؟ تاء الفاعل وتاء التأنيث صعب التفريق بينهم؟ لا لا مش صعب. طيب تعالى بقى نحل أسئلة عليهم. طب خلي بالك، أنت قلت لي في قاعدة هعرفك إزاي تعرف بها إذا كان الفعل ده مبني على الضم ولا الكسر ولا السكون ولا الفتح ولا السكون من غير ما أحفظ. بص معايا يا سيدي، شوف الفعل ده اللي هكتبه دوت، ومش عايزك تبص على الضمير اللي اتصل بيه، أنا عايزك تكتبه هو، تشوفه هو. سلام سلام القرآن القرآن، صح؟ صح. التاء دي تاء فاعل ولا تاء تأنيث؟ لا فاعل. تفاعل طيب طيب انا بقى تاء فاعل، يبقى اروح ادور صحيح على طول تاء الفاعل بتعمل ايه، بتعمل إيه؟ لا مش عاوز اعمل كده، انا عاوز انا يكون عندي طريقة خاصة بتاعتي انا كطالب متفوق اعرف بيها. هو اخر حرف في الفعل ايه؟ في كلمة سمعته اخر حرف في الفعل هو حرف ايه؟ التاء مضمومة. لا العين يا مستر، العين الناس العين بتقول التاء، العين التاء دي حرف زياده، دي العين كلمه لوحدها اخر حرف العين. أيوة هي لو العين جيت اشكل العين احط العين. فيها ايه؟ سامع. سكون 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 مبني على ايه؟ سكون مبني على السكون. سكون. طيب لو جيت قلت علمت الطالبه، التاء تأنيث ولا تاء فاعل؟ التأنيث تأنيث، التأنيث تأنيث، التأنيث تأنيث. التأنيث طيب آخر حرف في الفعل إيه؟ ميم 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 ميم. الميم حركتها إيه؟ ميم فتحة. حركتها فتحة، يبقى مبني على مبنى على الفتح. الفتحة. صعب القاعدة دي؟ لا لا صح. يبقى أنت عارف القاعدة، ما تحفظليش، أنا مش عايزك تحفظ لي، أنا عايزك تفهم لي. افهمها هتلاقيها مشيت معاك كويسة، لأن في الامتحان هيلعب لك على الحاجات دي، هيجيب في قلب القطعة كلمة فيها ت، تقعد أنت تلف، طب تاء تأنيث ولا تاء فاعل؟ طب أنت اقرأ الجملة صح هتلاقي نفسك عرفت الإجابة الصحيحة. صعب الكلام ده يا شباب؟ لا يا لا مستر تمام. لا طيب نيجي بعد كده نشوف تدريب، واللي هنختاره هو الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بيقول شوف لي كل فعل من دول، كل جملة قول لي الفعل ده مبني على إيه؟ حدد لي علامة بناء. أول فعل عندي سألت معلمي، هناخد جنة علي، يلا يا جنة فين الفعل؟ مبني على السكون يا مستر، سأل ومبني لا مبني على الفتح، لا على السكون. حلو قوي. سألت هو تاء دي معلمي فاعل ولا تأنيث؟ لا دي فاعل. فاعل. سألت أنا معلمي. طب بتاعت الفاعل بيبني على إيه؟ على الفتح ولا السكون؟ مبني على السكون على السكون. سكون. صعب الكلام ده يا شباب؟ لا لا يا مستر يبقى لا. السكون. هبعت لكم ان شاء الله الفايل ده باجاباته بعد ما نخلص الحصه مباشره، او يعني بعد ما نخلص حصه التعديل اللي بعده.
السيدات علمنا أولادهن. اللي بعد كده مريم موسى. يلا يا مريم. علمنا الكورة. أيوه مريم، مبني على ايه مريم؟ مبني، هتكون مبني على السكون، على السكون. عشان لو هن انا حافظ القاعده بدون النسوه، لو انا مش حافظها علم، ده الميم ساكنه، يبقى مبني ايضا على الايه؟ على السكون. صعب الكلام ده يا شباب لحد دلوقتي؟ لا طيب اللي بعد كده احمد، راجع او مش احمد بقى، راجع كده. انا فكرت انا هنا سلمى معانا يا سلمى؟ تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، لماذا رجعت مبكرا يا فاطمة؟ فين الفعل هنا؟ رجعت، رجعت، حلو قوي، مبني على ايه؟ الفتح. هو دي تاء تأنيث ولا تاء فاعل؟ لا تأني. طيب ليه تاء تأنيث؟ لا سنة تاء فاعل، رجعت أنت. طيب يبقى هنا مبني على إيه؟ على الفتح ولا على السكون؟ رجع على السكون. على السكون، يبقى هنا ده مبني على الإيه؟ على السكون. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول هدى، أو معلش هند، ناقشت والدها في نظرية الرياضيات. طيب أروى معاكي مايك ولا معاكيش مايك يا أروى؟ نفتح الشات كده للناس. معكيش مايك يا أروى صح؟ طيب اللي بعد كده مروان، معاك مايك يا مروان؟ طيب يلا يا مروان. بيقول هند ناقشت والدها في نظرية الرياضيات، فين الفعل هنا؟ حلو قوي، ناقشت. طيب مبني على ايه؟ ببني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل حلو، عشان هي ناقشت. ناقشت، ده تاء تأنيث ولا تاء فاعل؟ فاعل. طيب لو انا جيت قلت لك هند ناقشت، فين الفاعل؟ عندي ناقشت، فين الفاعل؟ دفع. حلو قوي. مريم مصطفى معاك مايك يا مريم؟ ايوه يا مستر. طيب دي تاء فاعل ولا تاء تأنيث؟ تأنيس. تاء تأنيث. ليه؟ هند، هي هند هنا مؤنث ولا مش مؤنث يا مروان؟ حلو قوي. لما اجي اقول ينفع اقول هند ناقش؟ لا يبقى لازم اجيب تاء تأنيث. طيب يبقى هنا الفعل مبني على الفتح ولا على السكون ولا على الضم؟ على الفتح. على الفتح. صعب الكلام ده يا شباب؟ لا طيب لا ندخل بعد كده، هند وماري، هدى وماريا سمعتا الأنشودة. طيب إيه، مين معانا تاني؟ مين معانا تاني؟ إياد، معاك مايك يا إياد؟ ايه مستر. طيب هند وماريا سمعتا الأنشودة، فين الفعل هنا؟ الفعل سمعته. حلو قوي، مبني على ايه؟ دي تاء الفعل. سؤال، هو الالف اللي في الاخر دي بتاعت ايه؟ بذات التأني المثنى. الف لسنين. الف لسنين بيبنى على ايه؟ اخر على حرف فتح في الفعل حرف ايه؟ آخر حرف في الفعل العين. العين. مبني على ايه كده؟ العين حركته ايه؟ سامع حركته ايه؟ فتح الفتح. فتح يبقى ده مبني على الايه؟ الفتح. على الفتح. صعب الكلام ده يا شباب لحد دلوقتي؟ لا لا مفيش لا مشكلة.
طيب، سبقنا العالم بالهمة والعلم. عاوزين نشوف باسل معايا. يا باسل، نعم. سبقنا الفعل ده مبني على ايه؟ الفتح. ركز كويس يا باسل. هو سبقنا الضمير فيها ضمير ولا ما فيهاش ضمير الفعل ده؟ ما فيهاش ضمير. حلو قوي قوي قوي، ما فيهاش ضمير. طيب هسألك سؤال جميل قوي، ينفع اشيل حاجة من الفعل ده ويفضل الكلام زي ما هو؟ يعني لو قلت سبق، ده فعل ولا مش فعل؟ طبقة دوت فعل فعل. يبقى النادي زيادة ولا مش زيادة؟ نون دي زيادة يبقى ضمير ولا مش ضمير؟ ضمير صحيح. حلو، الضمير ده اسمه ايه؟ الاسم اللي قدام ده نصيبة ولا اسمك دوت ايه؟ الاسم اللي معايا ده اسمك، اسمك ايه او اسمك ايه؟ يجاوب. طيب اسمها ايه دي يا باسل؟ سبقنا اسمها ايه؟ الضمير ده اسمه ايه؟ نا الفاعلين. طيب نا الفاعلين، نا الفاعلين لما تتصل بالفعل الماضي يبنى على ايه؟ بلاش يكون كده، سبق الحرف القاف تشكيلته ايه؟ السكون يبقى مبني على ايه؟ سكون. على السكون. صعب الكلام ده لحد دلوقتي يا شباب؟ في حد عنده صعوبة في الكلام دوت؟ لا ما لا فيش يا حد عنده مستر، صعوبة. طيب حد عنده صعوبة فيه؟ لا يا مستر، لا طيب آخر سؤال عندي، الطلاب نجحوا بتفوق. عاوزين ناخد هنا أيمن معانا يا هنا. أيوة السلام يا طيب مستر. فين الفعل؟ نجحوا نجحوا، مبني لأن على ايه؟ مبني على الضم، على لأن الضم. في واو الجماعة. برافو عليك، ما واو الجماعة انا مش عارف، قول الحاء عليها ضمة يبقى مبني على الضم. رقم 8، شكرا. سيد شيدة، معلش انا اسف، ده حرف شين اهو. شيد المهندسون الابراج. الفعل شيدة مبني على ايه يا كاميليا؟ سيدة اه على الفاتح. على الفتح، مفيش في اي حاجه خالص، وانا حتى لو انا مش حافظ القاعده نطقت الدال عليها فتحه، فاذا هنا مبني على الفتح. صعب الفعل الماضي؟ لا مفيش لا اي لا صعوبه. طيب ادخل بقى يا سيدي على الكلام اللي بعد كده. الكلام اللي بعد كده بيقول لي والله عاوز اقول لك حاجه كويسه قوي. الفعل المضارع، الفعل المضارع انتوا خدتوا اعرابه قبل كده ولا لا؟ أنا خدتوه، قلت الفعل المضارع يا اما مرفوع يا اما مجزوم يا اما منصوب. طيب قال لي الفعل المضارع معرب دائما، يتنصب مره لو جت قبله اداه نصب اللي هي ان ولن وكي وحتى ولام التعليل، يتجزم مره لو جه قبليه اداه شرط جازمه، او جه قبليه لن هي لام الامر لم. دي كلها ادوات هنبقى نراجع عليها بعدين. قال لي بس خلي بالك في حاجة، الفعل المضارع بيتبني في حالتين، بيتبني في كام حالة؟ حالتين حالتين، اتنين بس يتبني فيهم فعل مضارع او ده فعل مضارع مبني. اول حالة لو اتصلت به نون النسوة، اتصلت به نون الايه؟ النسوة نسوة، يبنى على نسوة السكون، يبنى على الايه؟ السكون. السكون. شوف الجملة دي كده هقرأها لك، الفتيات يكتبن، فتيات ده بنات، يكتبن النسوة، فإذا يكتبن هنا الفعل ده آخر حرف اللي هو الب اتبنى على السكون. السيدات يربين أولادهن، النون دي نون النسوة في كلمة يربين فاتبنى على السكون. صعب كده؟ لا لا مش لا صعب. لا يبقى إذا الفعل المضارع عندي بيتبني في حالتين، لو اتصلت به نون النسوة أول حاجة يتبنى على السكون. أول حاجة قال لو اتصلت به نون التوكيد الثقيلة. يعني إيه نون التوكيد الثقيلة دي؟ نون التوكيد الثقيلة نون بتأكد الفعل وعليها شدة، نون بتأكد الفعل وعليها إيه؟ ايه شدة. شدة. شدة.
بقولك لا يقولن الرجل حق. حلو قوي، يقولن دوت في نون توكيد ولا مفيهوش نون توكيد؟ في النون دي ثقيلة ولا خفيفة؟ يعني عليها شدة ولا ما عليهاش؟ عليها يا مستر. عليها شدة، يبقى التوكيد ثقيلة. طالما اتصل به نون التوكيد الثقيلة، شوف تبنى قدام حط تبنى ايه؟ بالسكون يا مستر، ايه؟ تبنى بالسكون لا يبنى على الفتح، يبنى على الايه؟ الفتح. على الفتح. صعب الكلام دوت؟ لا انا نسيت اكتبها هنا، هكتبها لكم ان شاء الله في الفايل اللي بعته لكم. يبقى النون، يبقى الفعل المضارع عندي ليه حالتين في البناء، حالتين اتنين بس ما لهمش تالت. ان يتصل به نون النسوة يبنى على السكون، او يتصل به نون التوكيد الثقيلة يبنى على الفتح. صعب الكلام ده يا شباب؟ لا 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 تالت فعل عندي اسمه الفعل الامر. الفعل الامر قال لي على طول مبني. طب على ما بناه ايه؟ على ما بناء الفعل الامر عشان هم كتير شويه فليهم حصه تانية لوحدهم، او ما يتكلم فيهم في وقت تاني. يبقى لحد دلوقتي اتكلمنا في حاجتين، قلنا اول حاجه الفعل المعرب والفعل المبني. قلنا الماضي دايما مبني، الماضي دايما يتبني، يتبني على الفتح لو اتصل بيه حاجه من ثلاثه، لو اتصل به تاء التأنيث، لو اتصل به ألف الاثنين، أو ما اتصلش بأي ضمير نهائي يبنى على الفتح. يبنى على السكون في ثلاث حالات، لو اتصل به تاء الفاعل، أو اتصل به نا الفاعلين، أو اتصل به نون النسوة. بعد كده الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. واو الإيه؟ الجماعة. الجماعة. وخدنا أمثلة على كده وحلينا ثمان نقط عليه. السؤال اللي بعد كده قال الفعل المضارع، قال الفعل المضارع على طول معرب، دايما معرب. طول فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب، انت عارف انه على طول معرب الا في حالتين، لو اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، ولو اتصلت به نون التوكيد الثقيلة اللي عليها شدة يبنى على الفتح. صعب كده دلوقتي يا شباب؟ لا لا الحاجة الثالثة لا فعل الأمر. لو حد يكتب على الشيء بطل كتابة، فعل الامر. فعل الامر يا شباب دايما مبني، على طول مبني. طيب ادخل بقى على التدريب ده وتعالى نحله مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بيقول لي حدد المعرب والمبني من الافعال الاتيه وعلامه المبني منها. هتقول فعل ده معرب ولا مبني، واللي مبني تقول لي مبني على ايه. طيب نبدأ كده ناخد الناس تاني بالترتيب. الناس اللي ما جاوبتش فين؟ أحمد عطية معاك مايك؟ طيب أحمد مصطفى معاك مايك؟ طيب سامع أحمد معاك مايك؟ طيب اقرا اول جملة كده. لا حاضر. يلا. لا يكذب الرجل حلو قوي. فين الفعل هنا المضارع؟ يكذب. يكذب. معرب ولا مبني؟ لا معرب. معرب، ما اتصلش بيه اي حاجة من اللي احنا قلنا عليها خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده نختار. بسم الله الرحمن الرحيم. مين بسم الله الرحمن الرحيم. ملك محمد معاك مايك؟ طب عزت معاك ايوه مايك؟ يا مستر. اه ملك معاك مايك. طيب اقرا تاني الجملة كده يلا. طيب ينتصر الجيش على الاعداء. حلو ينتصر قوي. الجملة دي معرب. الفعل فيها معرب ولا مبني؟ معرب. معرب، لأنه ما اتصلش به لا نون التوكيد الثقيلة ولا نون النسوة. طيب الطالبات يحرصن على المذاكرة. طيب عزت معاك مايك؟ مستر ما جاوبتش. حاضر يا رودينا. طيب جاوب يا رودينا، يحرصن الفعل ده مبني ولا معرب؟ مبني مبني. ليه مبني؟ عشان تتصل بينا من النسبة. عشان اتصلت به نون النسوة يبقى مبني. مبني على ايه بقى؟ الفتحة. يحرص. الصاد هو اخر حرف، سكون. عليه ايه؟ يحرص سكون. السكون. مبني على الايه؟ على السكون.
طيب، لم يسعى المؤمن في شر. ناخد روان معاك مايك. طيب هشام معاك مايك، هشام مصطفى. مستر انا ما جاوبتش. طيب احمد مين اللي معايا، اسمك ايه؟ لم انا طيب يلا يا احمد. لم يسعى المؤمن في شر، اسمك بس تحت خالص مش شايفك. طيب لم يسعى المؤمن في شر، الفعل هنا مبني ولا معرب؟ مبني ليه؟ اتصل بينه النسبة؟ معرب. لا لا معرب. معرب، ما فيهوش أي حاجة خالص. لا ينتشرن الخبر في الصحف. طيب مستر انا ما جاوبتش. مين، هاجر ولا اسمك ايه؟ مش هصوت بس. هاجر، نسيبة. ايه، بوسينة. ماشي يا بوسينة. لا نسيبة ينتشر، نسيبة انا قلت اسم من بدري بس ما كانش الاسم مش واضح. طيب لا ينتشرن، معرب ولا مبني؟ مبني مبني على ايه؟ على السكون ليه؟ لأن في نون النسوة. خلي بالك التشكيل عامله كده، لا ينتشرن. دي نون نسوة ولا نون توكيد ثقيلة؟ نون توكيد صغيرة. يبقى يبنى على ايه في الحالة دي؟ يبنى على الفتح. يبنى على الفتح. طيب صعب يا شباب مستر هو مش الإجابات دي. المفروض يسعى لا مين وينتصر بيتكلم في يسعى؟ ويكذب؟ مستر هو مش المفروض يسعى دي تبقى مبنية على السكون؟ ليه مبنية على السكون ليه؟ مش احنا مش حد مش ال ال الأفعال اللي ملهاش ضماير بيبقى دايما مبنية على السكون؟ هو احنا بس بنتكلم يمكن بالفعل ده يسعى، مضارع. ده ماضي ولا مضارع؟ تمام. لا ده مضارع. وثم ان في حاجه، خلي بالك ان الفعل الماضي اللي ملوش ضمائر مبني على الفتح مش على السكون. ماشي. تمام. طيب صعب الدرس ده يا اولاد؟ لا 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 ما فيهوش اي صعوبه لا لانه لا درس سهل جدا. طيب بمناسبه كلمه يسعى، مين يعرف يعرف كلمه يسعى؟ هي فعلا مضارع لا يا بس مستر. علامة تشبيه انا هاجر يا وحرف مستر، انا العلة. هاجر يا مستر، ما هاجر هاجر. يا هاجر. ماشي، في اعربي يلا. فعل مضارع مجزوم علامة جزمين السكون. طيب هي فعل بس مضارع مجزوم وعاد جزمين السكون، ممكن مين اقول يا هو مستر، فعل؟ ممكن اقول قول يا اقولها كاميليا. هي فعل مضارع مجزوم علامة جزمين حذف حرف العلة اللي هو طيب الياء. حلو قوي، احنا عندنا هنا اجابتين، مجزوم وعاد جزم السكون، مجزوم وعاد جزم حذف حرف العله. اللي موافق على السكون يقول انا. مشاهد مستر طيب اللي موافق على حذف حرف العله يقول انا. أنا شوف، ركز مفهومة إيه معايا، مستر؟ ركزوا معايا كده. انت عندك يسعى، المفروض يسعى بيكون كده، اخره حرف عله اسمه الف، ما اسموش يه، اسمه الف، انا نطقته الف. المهم انت عندك القاعده بتقول ايه، ان اي فعل معتل للاخر يجي قبليه اداه جزم، فعل مضارع جه قبليه جزم، يبقى علامه الجزم حذف حرف العله، حذف حرف الايه، العلم. لا العله. صعب النقاط اللي هتكلم فيها النهارده يا شباب. لا 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 طيب قدامكم في واجهه، هبعتلكم، الفايل كله فيه حل الاسئله احنا حلناها مع بعض، التدريب اللي حلناه مع بعض، وفيه الواجب دوت. ان المدرسه قدمت الخدمات المتميزه او الخدمات المتميزه لجميع طلابها، فظهر من بينهم الموهوبون والمبدعون في اداء الانشطه المدرسيه، وتهتم المدرسه بهؤلاء المبدعين وتوفر لهم الرعايه المستمره من اجل اعدادهم للمستقبل اعدادا يليق بموهبتهم. فاحرص عزيزي الطالب على ان تكون من المبدعين والمتفوقين حتى تنال تلك الرعايه وهذا الاهتمام. انا طالب منك كذا حاجه، اول حاجه تعرب لي اي كلمه فوق الخط، اي كلمه تحتها خط يعني. تاني حاجه تطلع كل فعل مبني وتقول لي علامه بناؤه ايه. تالت حاجه في الجملتين دول هتقول لي علامه بناء الكلمه اللي تحتها خط ايه، في واحد وفي اتنين، يتسلم وجاهدوا. صعب يتحل ده ان شاء الله ولا سهل؟ سهل إن شاء الله يا مستر، سهل سهل إن باذن شاء الله رب الله. العالمين. طيب قبل ما ننهي اللقاء، في حد عنده صعوبه كده في الاعراب والبناء في الاسماء اللي قلناها المره اللي فاتت، او في المراجعه اللي راجعناها المره دي، وفي الافعال؟ لا لا طيب لا خد عندك قاعده كده، الفعل الماضي دايما مبني. شوف انت ما تحفظش، شوف اخر حرف علامته ايه وقول مبني عليها.
الفعل المضارع دايما معرب الا في حالتين اثنين بس، نون النسوه ونون التوكيد الثقيله، والفعل الامر دائما مبني. وان شاء الله رب العالمين هتعرف فيما بعد يعني ان شاء الله في الدرس باذن رب العالمين في الشرح بقى اثناء الدراسه يبين على ايه الفعل الامر. انبسطت معاكم جدا والله في يعني ال50 دقيقه دول، وان شاء الله رب العالمين تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير باذن رب العالمين. بإذن الله. ماشي، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.